وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على سواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية.